في النهاية لا يصح إلا الصحيح، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وجدت الكثير من الناس يتساءلون ويقولون، وهذا يدل على أن عندهم العلم، ولا شك أن شعبنا رجالا ونساء كبارا وصغارا هم متدينون بفطرتهم، هم محبون لله تعالى ومحبون لرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبون لشريعة الإسلام، والكل يتمنى أن تسود هذه الشريعة. غيبت الشريعة وشوهت أحكامها، وألقي في روع كثير من الناس أن شريعة الإسلام ما هي إلا حدود، أياد تقطع وأجساد ترجم وظهور تجلد وانتهت القضية. بئس ما قالوا وبئس ما رددوا، فهو الكذب الصراح وهو البهتان المبين. لو قرأنا القرآن الكريم وتدبرنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن الحدود تشمل حيزا صغيرا من آيات القرآن ومن أحاديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. حتى الحدود لتطبيقها شروط، لا بد من شروط تستوفى حتى تقام. ومن الذي يخاف من تطبيق حدود الشريعة؟ اللصوص يخافون من قطع الأيدي، والزناة يخافون من الرجم والجلد والتغريب، وأهل الفسق والسوء يخافون من أن تطالهم يد الشريعة. أما أهل التقوى والصلاح، أما أهل الإيمان، أما أهل الفطرة السليمة، فهم يودون ويتمنون أن تعلوهم أحكام الشرع، ففيها الأمن وفيها الأمان وفيها العدل وفيها الرحمة وفيها المساواة وفيها الرخاء. لقد جرب من كان قبلنا من الحكام المستبدين كل أنواع القوانين الشرقية والغربية، اشتراكية وشيوعية ورأسمالية واقتصاد حر وأمور لا يعلمها إلا الله، فماذا كانت النتيجة وماذا كانت العاقبة؟ هزائم متتالية ومنكرات فشت وعمت وطمت وخيبة، بل هي خيبات. فجربوا الإسلام يا من تخافون من الإسلام، انظروا إلى عدالة الإسلام واقرأوا تاريخ الإسلام والمسلمين، سوف تجدون أن الإسلام لا يشمل بعدله ورحمته أهله فقط، بل هو عدل ورحمة لغير المسلمين. والله الذي لا إله إلا هو، ما نعم النصارى وما نعم اليهود بأمن وأمان على أنفسهم وأبنائهم وأموالهم وأعراضهم إلا في ظل حكم الإسلام. أما ما عدا ذلك فهو كلام باطل وعرض ليس له قيمة، وهراء وإشاعات وادعاءات. إنما الحق المبين، إنما العدل والقسطاس في شريعة رب العالمين. وجدنا البعض يشكك ويقول: ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه؟ نعم، هذا هو أصل في الشرع، هذا هو أصل في الدين، أنه لا يولى أحد من المسلمين منصبا قياديا طلبه بنفسه. لكن متى يسير هذا القانون؟ إذا كان المجتمع يحكم بشرع الإسلام، إذا كان الحاكم يسهر على إقامة الشرع. والذي قال هذا القانون هو النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ففي عهده وفي أيام دولته وفي أيام حكمه إذا طلب أحد أمرا من الولاية لا يعطاه، فالناس جميعا أهل كفاية وعدل. لكن إذا رجعنا إلى مجتمعنا الآن وتأملنا ونظرنا، هل يحكم بشرع الإسلام؟ هل تعلوه أحكام الشريعة؟ هنا نأخذ بما أخذ به يوسف عليه السلام. ماذا قال يوسف؟ ماذا قال يوسف لملك مصر؟ اجعلني على خزائن الأرض
إني حفيظ عليم. ومن هنا أفتى أهل العلم بأنه إذا كانت هناك حاجة ودعت الضرورة إلى أن يتقدم المسلم الكفر في أن يشغل منصبا وأن يتولى مكانة ليقوم بخدمة إخوته من المسلمين فيجب أن يتقدم، بل إنه يأثم إن كان يستطيع أن يخدم ولم يتقدم. فانظروا يا إخواني إلى الذين كانوا يشغلون هذه المناصب في الزمن البائد، في الغالب الأعم كانوا حفنة وحسالة من حسالة الناس، أفسدوا كل شيء في هذا الوطن، أفسدوه اقتصاديا واجتماعيا وسلوكيا وأخلاقيا. ولقد ضرب أخونا الفاضل أمثلة بإفسادهم للتعليم، وناهيك عن إفسادهم في مجالات أخرى كالصحة والزراعة والبيئة والإعلام والاجتماع، دمروا كل شيء. لكن بفضل الله تبارك وتعالى أذن الله عز وجل للإسلام أن يعود، أذن الله عز وجل للإسلام أن يقود، فسخر الحق تبارك وتعالى ثلة من رجاله الذين نرجو من الله تبارك وتعالى أن يكونوا من الصالحين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لنصرة أهل الحق والدين. هذه أمانة تحملوها، إياكم والعصبية دعوها فإنها منتنة. كل من يدعو إلى نصرة الدين وكل من يدعو إلى أحكام الشريعة أن تطبق وأن تعلو، عار عليكم وشنار أن تخزلوه. فاتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في دينكم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.